أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 27 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت شفنا الجهد العظيم اللي عمله عماد الدين زنكي رحمه الله في توحيد إمارة الموصل مع إمارة حلب مع إمارة حماة، وجعلهم كلهم كيان واحد، وقضية توحيد الأمة الإسلامية وجهاد الصليبيين عمرها ما غابت أبدا عن ذهن البطل الإسلامي الفذ العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله. الخطوة اللي بعد كده كان لازم يفكر في حرب الصليبيين، ويا ترى ايه البلد اللي ممكن احاربها او ايه الاماره اللي ممكن احاربها من الصليبيين. هو اصبح قريب الان من امارتي الرها وانطاكيا، الاثنين قرب الموصل وقرب حلب، فبايهما يبدا؟ فكر عماد الدين زنكي، فوجد ان اماره الرها اخطر على امارتي لانها متداخله في داخل الاماره الاسلاميه، بالاضافه لانها الى حد ما اضعف من اماره انطاكيا، لان التركيبه السكانيه في داخل اماره الرها تركيبه معقده بتعتمد على وجود خليط من الأرمن وخليط من الأرثوذكس وخليط من الكاثوليك، فهذه التجميعة بتجعل الإمارة ضعيفة، غير إمارة أنطاكيا اللي فيها نوع من التناسق وكلهم نورمان إيطاليين وكلهم كاثوليك، فطبعا الوضع فيها مختلف، غير أن طبعا إمارة أنطاكيا أحصن وأبعد من إمارة الرها. عشان كده فكر عماد الدين زنكي رحمه الله في أن يخطط لإسقاط إمارة الرها، لكن عشان يوصل لإمارة الرها لابد أن يجتاز أرض الجزيرة بكاملها. وزي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت أن أرض الجزيرة كانت اللي هي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة ونهر الفرات، كانت يعني تحتوي على كميات كبيرة جدا من الدويلات والإمارات المنفصلة والمتصارعة، وكان يحكم هذه الإمارات مجموعة من الأراطقة، أحفاد طبعا الأراطقة العظام الذين حكموا قبل ذلك بلاد المسلمين زي سقمان وزي الغازي ابن أرتق رحمهم الله وزي بلك ابن بهرام، لكن دول كانوا على يعني نوعية مختلفة، كان بينهم التصارع والتنافس على الدنيا، وما كانش عندهم قضية الجهاد في سبيل الله ولا جهاد الصليبيين، مع أن إماراتهم ملاصقة تماما لإمارة الرها. نظر عماد الدين زنكي رحمه الله إلى أرض الجزيرة وبدأ يقيم الوضع فيها، علشان مش هيعرف يدخل إلى أرض الرها دون أن يخضع منطقة الجزيرة إلى حكمه، فوجد أن في ثلاث قوى رئيسية في أرض الجزيرة: حسام الدين تمرتاش ابن سقمان، حسام الدين تمرتاش ابن الغازي ابن أرتق، وطبعا ده كان يعني زي ما قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات السابقة، كان شخصية تحب الدعة والرفاهية، مالوش في القتال، لكن كان بيحكم قطاع كبير من أرض الجزيرة. الشخصية الثانية كان ركن الدولة داود ابن سقمان ابن أرتق، وكان مختلف تم الاختلاف عن أبيه، أبوه طبعا كان رجل طاقي ورع وكان مجاهد في سبيل الله، أما هذا فكان متصلب الرأي عنيد وكان ظالما فاسدا، لكنه كان بيحكم برضو قطاع ضخم من أرض الجزيرة. والشخصية الثالثة واحد اسمه أبو منصور إكلدي، وده ما كانش من الأراطقة لكن برضو كان ليه بعض الأملاك الكبيرة في داخل أرض الجزيرة، وطبعا غيرهم موجود عدد كبير من الأمراء لكن ما كانش ليهم وزن، كانوا مجرد يعني أمراء على مدن صغيرة وإن كانت متصارعة سويا. طيب، أول حاجة يعملها عماد الدين زنكي فكر في ضم أقرب المدن من إمارته من إمارة الموصل والتي تتبع حسام الدين تمرتاش ابن الغازي، وهي مدينة نصيبين، فذهب بجيشه وحاصر نصيبين وحاول أن يتواصل سياسيا ودبلوماسيا مع الأمراء الأراطقة، فرفضوا كل الرفض أن يتعاونوا مع عماد الدين زنكي رحمه الله، فضرب الحصار حول نصيبين، وكان الجيش بتاعه جيش محكم، يعني لم تفلت معلومة إلى داخل البلاد أو تخرج منها، واستنجد على طول قبل الحصار بقليل، عرف حسام الدين تمرتاش بهذا الحصار، فأرسل رسالة يعني يؤيد فيها الجيش في داخل نصيبين ويذكر له أنه سوف يأتي له بأعوان أو جيوش مساعدة في غضون 3 أيام، وأرسل هذه الرسالة طبعا المدينة محاصرة تمام الحصار، فأرسلها عن طريق الحمام الزاجل، واستطاع عماد الدين زنكي رحمه الله أن يسقط هذا الحمام الزاجل، وأخده وقرأ الرسالة وعرف أن في جيش هيجي بعد 3 أيام، فغير من محور الرسالة
وجعل أن الجيش هيأتي بعد 20 يوم، ثم وضع الرسالة مع الحمام الزاجل مرة ثانية وأطلقه إلى داخل المدينة، فقرأ الجيش الرسالة أن الجيش بتاع حسام الدين تبرتاش هيجي بعد 20 يوم، فأسقط في أيديهم لأنهم لن يستطيعوا الصبر طول هذه المدة، فقبلوا بالأمان الذي أعطاه عماد الدين زنكي وفتحوا الأبواب لجيش عماد الدين زنكي، وبالفعل دخل المدينة دون أن يريق قطرة واحدة من دماء المسلمين، وسيطر بكده على مدينة نصيبين، وعرف الأراطقة خطورة عماد الدين زنكي، فجمعوا نفسهم الثلاثة الزعماء اللي قلناهم من شوية، جمعوا نفسهم في جيش واحد، وكان الجيش ده قوامه 20,000 مقاتل، فتقدم إليهم عماد الدين زنكي بجيش قوامه 4,000 مقاتل فقط، واستطاع في غضون ساعات قليلة أن ينتصر عليهم وأن يضم مدينة سيرجي ومدينة دارة في موقعة كبيرة عرفت بموقعة دارة، ويعني هذه الموقعة لم يمت فيها أعداد كثيرة من المتقاتلين، لأن على طول الجيوش التركمانية أو جيوش الأراطقة ولت هاربة عند قدوم عماد الدين زنكي القائد العسكري المحترف البارع اللي حط خطة عسكرية في منتهى الروعة في موقعة دارة وحقق الانتصار العظيم اللي شفناه، وبكده استطاع أن هو يضم إلى يعني حوذته هاتين المدينتين إلى جوار مدينة نصيبين. بدأت الرؤية تتضح إلى حد ما في فتح الطريق إلى إمارة الرها، وفي كل ده الزعماء في أرض الجزيرة رافضين كل الرفض التعاون مع عماد الدين زنكي، ورافضين فتح الطريق إلى إمارة الرها، لأن ده بيعتبر فتح الطريق في داخل أملاكهم، وهم يخشون كما يقولون عماد الدين زنكي تماما أو أشد من خشيتهم من الصليبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأثناء وبينما يقوم عماد الدين زنكي بهذا الدور في محاولة ضم أرض الجزيرة إلى الموصل وإلى حلب، جاءت الأنباء ببعض التغيرات الحاسمة والسارة أيضا للمسلمين في بلاد أو في الإمارات الصليبية. جاءت الأنباء بأن بوهيمند الثاني كان داخل في موقعة مع الدنشمنديين، الدنشمنديين لما أنتوا تعرفوا اللي هم كانوا عايشين في آسيا الصغرى وهم من المسلمين، ودخل في حرب معهم، وفي هذه الحرب سبحان الله قتل بوهيمند الثاني. بني الدنشمند للأسف ما كانش عندهم أي طموح للتوسع خارج آسيا الصغرى، وكان بينهم بس الصراع مع سلاجقة الروم، لكن بعد قتل بوهيمند الثاني وجد عماد بن زنكي أن هذه فرصة للسيطرة على إمارة أنطاكيا، وبدأ يفكر في التوجه إلى أنطاكيا بدلا من التوجه إلى الرها، وخاصة أن الذي تولى الحكم في منطقة أو في إمارة أنطاكيا بعد مقتل بوهيمند الثاني تولى الحكم أليس بنت بلدوين الثاني. طبعا تعرفين أليس كان متجوزة من بوهيمند الثاني، وكان عندهم طفلة صغيرة اسمها الأميرة كونستانس، كان عندها 2 سنين فقط، فما كانش أهل للحكم، وبالتالي تولت الحكم الأميرة أليس كنوع من الوصاية على كونستانس للأميرة بنت بوهيمند الثاني. طبعا الملك بولدوين الثاني عندما علم بولاية أو بأن ابنته فرضت سيطرتها على إمارة أنطاكيا غضب لذلك الأمر، إن كان لابد أن تعود إليه في الرأي، ولقى أن إمارة أنطاكيا لا يمكن أبدا أن تحكم بامرأة، فأراد أن يضع عليها نوع من الوصاية، فذهب بنفسه ليفرض هذه الوصاية على المدينة، فأغلقت أليس بنت بولدون الثاني الأبواب أو بالإمارة أمام أبيها، وأعلنت الثورة على أبيها، بل وأرسلت رسالة إلى عماد الدين زنكي تطلب منه أن يأتي لينقذها من أبيها ويتولى حكم ويتولى السيطرة على إمارة أنطاكيا، على أن تبقى هي في كرسي الحكم كرمز، وتعطي جزية كرمز للتبعية لعماد الدين زنكي. طبعا عماد الدين زنكي كان مستني هذه الرسالة، لكن للأسف الشديد اتمسكت الرسالة قبل أن تأتي إليه، علم أنباء الرسالة بعد كده من جواسيسه ومن عيونه، اتمسكت الرسالة ببولدون الثاني وغضب غضب شديد، وقام بكسر الأبواب، وفتحت له فرسان أنطاكيا الأبواب، وأمر باعتقال ابنته وأرسلها إلى اللاذقية في منفى. يعني الأمور احتدمت بشكل كبير جدا وتطورت بشكل مفاجئ، وطبعا دي كانت فرص كبيرة لعماد الدين زنكي، ترك موضوع الرها وترك أرض الجزيرة وأخذ الجيش بتاعه وعسكرة في منطقة حلب ليكون قريبا من الأحداث. سبحان الله وضع عماد الدين وضع بولدوين الثاني أحد الأمراء على إمارة أنطاكيا، وعاد إلى بلادي إلى مملكة بيت المقدس، وعندما وصل إلى مملكة بيت المقدس بعدها بقليل توفي فجأة. يعني طبعا الأحداث سبحان الله بتمشي في صف المسلمين، مات فجأة بولدوين الثاني دون أن يكون له أيضا وريث، كل أولاده كانوا بنات،
فتولى من بعده فولك الأنجوي. وإزاي وصل فولك الأنجوي؟ فولك الأنجوي هذا يعني أمير فرنسي بولدون الثاني قبل ما يموت بثلاث سنوات، لقى أن الحكم هيروح منه لأن كل أولاده بنات، فاستقدم هذا الأمير من فرنسا وزوجه لابنته الكبرى ميليزند، ويعني بدأ يدربه ويعني يوضح له الرؤية السياسية في المنطقة. وبعد ثلاث سنوات توفي بولدون الثاني، فتولى فولك الأنجوي حكم البلاد لأنه زوج الوريثة الشرعية للحكم اللي هي ميليزند بنت بولدون الثاني. فأصبح الآن فولك الأنجوي أمير على أو ملك على بيت المقدس، وفي نفس الوقت وصي على إمارة أنطاكيا، وهو لسه جديد على المنطقة ما عندوش الخبرة الكافية. فكل دي كانت أمور بتصب في صالح عماد الدين زنكي رحمه الله. وسبحان الله في نفس الوقت يتزامن موت جوسلين دي كورتيني أمير الرها اللي يتولى من بعده ابنه جوسلين الثاني، وكان يعني شخصية أضعف بكثير من أبيها، ما عندوش الكفاءة والخبرة اللي كانت عند جوسلين دي كورتيني، فتكاتفت كل الظروف على تمهيد الوضع لعماد الدين زنكي رحمه الله. عماد الدين زنكي أول ما شاف هذه الأحداث خد الجيش بتاعه واتجه من حلب إلى حصن الأثارب، وحصن الأثارب ده كان حصن في منتهى القوة يشرف مباشرة على حلب، حصن خطير جدا، وكان يملكه الصليبيون من سنة 504، وإحنا بنتكلم دلوقتي في سنة 524، يعني 20 سنة كاملة وفي يد الصليبيين. كان حصن المنيع يخرج منه الصليبيون كل فترة من العدد من الأيام أو الشهور، يغيروا على أملاك المسلمين في حلب ويقتلوا من الفلاحين ويأخذوا من الثروات، فكان عامل قلق كبير جدا في منطقة حلب وما حولها. وكان لذلك لهذه الأهمية لهذا الحصن كان الصليبيون يضعون فيه فرقة من أمهر فرسان الصليبيين. خد عماد بن زنكي جيشه وحاصر حصن الأثارب، لكن لقى يعني قوي جدا، فأراد أن يخرج الحامية الصليبية بالحيلة، فترك الحصن وتوجه ناحية أنطاكيا موهما الفرسان في داخل الحصن أنه سيغزو إمارة أنطاكيا لضعفها الآن ولوفاة بولدون الثاني ولوصاية فولك حديث العهد بالمنطقة على إمارة أنطاكيا. وأوهمهم أنه فعلا بيتجه لفتح أنطاكيا، وشافت هذه الحامية هذه التحركات فخرجت من الحصن وبدأت تتتبع عماد الدين زنكي وهو يسحبها تدريجيا خارج بعيد عن الحصن، لحد ما اصطدم معها في مكان بعيد تمام البعد عن الحصن، ودار قتال شديد بين الطائفتين، وكتب الله عز وجل النصر للمسلمين، وقتلت الحامية الصليبية التي كانت تتقاتل مع عماد الدين زنكي خارج الحصن، وعاد من فوره رحمه الله إلى الحصن وتقاتل مع الحامية المتبقية في داخل الحصن، وبالفعل أسقط الحصن، وده كان حدث هز الدنيا لأن الحصن ده كان فعلا من أمنع الحصون في المنطقة. ولم يكتفي بذلك رحمه الله، بل ترك منطقة حصن الأثارب واتجه إلى منطقة حارم، وحارم هذه على بعد 30 كيلومتر فقط شرق إمارة أنطاكيا، وضرب حولها الحصار، واضطر أهلها إلى أن يعرضوا عليه أن يعطوه سنويا نصف خراج البلدة على أن يتركهم ويعود. وكان رجل يعني حاسم شديد الحسم رحمه الله، لقى أن القوة اللي معاه مستحيل تفتح مدينة حارم، فقبل بهذا الطرح وعاد رحمه الله بعد أن طار ذكره رحمه الله في الآفاق، لأن هو أولا حرر حصن الأثارب في يعني، وده كان شيء غير متوقع بالمرة، قتل فرقة من أمهر الفرق الصليبية مطلقا، وفرض الجزية على مدينة حارم. الوضع ده كله طبعا خلى ذكر عماد الدين زنكي ينتشر في كل المنطقة، وبدأت الناس تعلق الأمال عليه أنه يغير الأوضاع. بينما عماد الدين زنكي رحمه الله يسير في هذا الطريق ويجمع من حوله القلوب ويتجه في هذه الحركة المباشرة لجهاد الصليبيين، حدث أمر في العالم الإسلامي غير من كل الموازين وأعاد ترتيب الأوراق بشكل للأسف الشديد شكل مأساوي ومؤسف، لكن هو ده اللي حصل في سنة 525. مات السلطان محمود رحمه الله عن عمر 27 سنة فقط. وبموت السلطان محمود حصلت أزمة كبيرة جدا، لأنه مات صغير ومات بشكل مفاجئ، ومحدش كان متوقع أن يموت في هذه السن المبكرة، وأولاده كانوا صغيرين. فبمجرد أن مات السلطان محمود حصل نوع من التنافس والتنازع على الملك وعلى الحكم بشكل أفزع المسلمين في كل مكان، وأضاع هيبة الملك
وغير الأفكار التي كانت عند الجيوش الإسلامية. وطبعا ده أحبط عماد الدين زنكي رحمه الله، وبدأ يراقب الأوضاع في أرض العراق وأرض فارس، يا ترى هتوصل لإيه بعد وفاة السلطان محمود رحمه الله. بعد وفاة السلطان محمود تنازع الحكم 6 جملة واحدة، وكل واحد من 6 دولت معاه جيش كامل. تنازع الحكم داود ابن السلطان محمود، وهو الذي يعني استخلفه السلطان محمود على الحكم، وكان صغير في السن، وطبعا ده كان خطأ من السلطان محمود قبل أن يموت، وأعطى يعني الوصاية عليه لرجل اسمه أقصنكر الأحمديلي، وطبعا ده غير كل أقصنكر اللي عدوا قبل كده، فده أعطى الوصاية عليه وبدأ يجهز الجيش الذي كان مملوكا أو كان تابعا للسلطان محمود ليرسخ أقدامه في المنطقة. يبقى أول واحد كان مرشح للحكم أو بالفعل لتولى السلطنة بعد وفاة السلطان محمود كان السلطان داود ابن محمود، لكن تنازع معه 3 من أعمامه، 3 من إخوات السلطان محمود، السلطان مسعود والسلطان طغرل والسلطان سلجوق شاه، وتنازع معهم أيضا عمهم سنجر، وده كان بيحكم منطقة شرق إيران ومنطقة أفغانستان، وكان ده أكبرهم سنا، كان عنده 46 سنة، بينما كان السلطان مسعود أو الملك مسعود كان عنده 23 سنة، واللي وراه 22 ثم 21، يعني كان كلهم شباب، بينما كان السلطان سنجر كان عنده 46 سنة، وكان هو يعتبر الرأس الكبرى في دولة السلاجقة. والسادس الذي تصارع معه على الحكم كان الخليفة المسترشد بالله، اللي قلنا أنه عنده طموح أن يخرج من الهيمنة أو السيطرة السلجوقية على خلافته. 6 دولت كل واحد منهم مع جيش، كل واحد منهم يبغي الحكم لنفسه، وبدأ نوع من الصراع والصدام بين هؤلاء 6، وشتتت وفرقت ومزقت كلمة المسلمين بين هؤلاء 6، وبالطبع ضاعت قيمة الانتصارات العظيمة التي حققها عماد الدين زنكي رحمه الله، وبدأ ينشغل مع هذه الأحداث، وجاب الجيش بتاعه وراح لمنطقة الموصل حتى يكون قريبا من الأحداث، وبدأت هذه القوى جميعا تتصارع سويا، يا ترى مين فيهم اللي هياخد الحكم، ويا ترى مين فيهم اللي هيملك موازين القوى اللي موجودة في الساحة. طبعا كان من أهم موازين القوى الموجودة في الساحة عماد الدين زنكي رحمه الله، أقوى الإمراء، والذي يعني يحكم الآن إمارة واسعة تضم الموصل وحلب وحماة وأجزاء من أرض الجزيرة، واللي انتصر انتصارات واضحة على الصليبيين، فيعني كل الناس بتبغي الاتحاد مع عماد الدين زنكي رحمه الله، لكن عماد الدين زنكي وجد أن أفضل هؤلاء وأقرب هؤلاء إلى الحكم هو السلطان مسعود، اللي هو كان أخو السلطان محمود وكان أكبر الإخوة، وبذلك هو أكثر الناس المؤهلة للحكم. السلطان سنجر مع قوته ومع يعني حكمته، إلا أنه بعيد جدا عن هذه المنطقة، يعيش في منطقة أفغانستان، فمن الصعب أن يسيطر على هذه الأماكن. وداود الصغير هذا، داود ابن السلطان محمود، صعب عليه أنه يحكم هذه البلاد وهو في هذه السن الصغيرة، وما كانش لسه جاب 14 سنة أو 13 سنة، والخليفة المسترشد كان قوته العسكرية أضعف من أن تمكنه من حكم البلاد كما كان يرى عماد بن زنكي. فلذلك تعاون عماد بن زنكي مع السلطان مسعود، وبدأ الجيوش تتجه إلى منطقة بغداد لتفرض رأيها على على الخليفة العباسي. كان تقليد معروف جدا ومشهور أن لابد للخليفة العباسي أن يقلد السلطان كرسي السلطنة، حتى وإن كان الخليفة ضعيف شديد الضعف لابد أن يعطي هذا التقليد للسلطان، وإن لم يعطيه الخليفة فليس للسلطان الحق الشرعي في حكم المسلمين، وبالتالي ليس له الطاعة. ولذلك كان يتنافس السلاطين على قهر الخليفة على أن يختار إنسانا معينا أو طائفة معينة من الناس، سواء كانت السلجوقية أو غيرها على مر التاريخ. اللي حصل أن السلطان سنجر لقى نفسه بعيد عن المنطقة، فاختار التعاون مع الملك طغرل أحد الإخوة، والسلطان مسعود تعاون مع عماد الدين زنكي، وبدأ يحصل نوع من التنافس بين الجميع على الحكم، وجر عماد الدين زنكي رحمه الله إلى هذا الصراع على غير رغبته تماما، لدرجة أنه دخل في هذا الصراع بجيش صغير جدا من جيشه، يعتبر جيش رمزي مجرد إبراز أن إمارة الموصل تؤيد السلطان مسعود في الوصول إلى كرسي الحكم، بينما تعاون الخليفة المسترشد بالله مع سلجوق شاه، يعني زي ما انتم شايفين كل اثنين متحدين مع بعض في صراع، وصل الأمر إلى حرب عسكرية بالفعل،
وهنشوف نتيجة هذا الصراع. لكن قبل ما نشوف نتيجة الصراع عايزين نتسائل يا ترى كان بيحصل ليه نوع من الصراع بين الإخوة وبين أولاد الإخوة وبين الأعمام على هذا الحكم. الحقيقة أول شيء بيخطر إلى أذهاننا قضية فتنة الدنيا التي طالما حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وساعات الناس بتبقى قلوبها صافية ومتعاونة تمام التعاون والحب كل طول ما فيش دنيا وما فيش انبساط في الأموال، فإذا بسطت عليهم الدنيا وكثرت الأموال حصل نوع من التنافس، وبنشوف كتير جدا من الإخوة بيتصارعوا سويا على تركة ترك لهم الأب، فما بالكم بتركة عظيمة مثل هذه التركة. عدة دول فارس والعراق وباكستان وأجزاء من أرمينيا وأذربيجان والشام، يعني مناطق واسعة، الذي سيتولى حكم المسلمين سيحكم كل هذه المناطق. فطبعا دارت فتنة الدنيا وحكمت بين الإخوة بالحرب والقتال. برضو الإخوة دول الحقيقة كانوا من أب واحد لكن كانوا من أمهات مختلفة، وكل واحد بيتربى في بلد، فما عندهمش نوع من الرابط الأخوي، صلة الرحم لم تكن على درجة كبيرة بين الأطراف. برضو التربية العسكرية الصرفة التي كان يترباها هؤلاء القادة السلاجقة، يعني منذ نعومة أظافره ويتربى تربية عسكرية، فهذه التربية كانت تصرف عنه هذه المعاني الرحيمة وهذه المعاني الأخوية بين الإخوة، وكان دايما السيف حل لكثير من المشاكل. الزمن الحقيقة كله كان زمن فتنة، والخليفة ضعيف، والخليفة كان المفروض هو اللي يعين مركز السلطان بقوته وبرأيه، ومركز السلطان ده بيكون زي مركز قائد الجيش ويكون الكلمة في يد الخليفة، لكن لضعف الخليفة فكل واحد شايف نفسه أحق بالحكم من أخيه وعنده مبررات كافية، كل واحد حواليه بطانة، والبطانة بتحاول تزكي عنده روح الأثرة وروح التملك والسيطرة، لأنهم كلهم مستفيدين طبعا من وصول الرجل الذي يؤيدون إلى كرسي السلطنة. طبعا ضعف الاتصالات كان برضو أحد الأسباب الرئيسية، لأن على بال ما كانت توصل الأخبار من بلد إلى بلد يكون أحد السلاطين قد تملك من الحكم، ثم تدور فتن وصراعات وهكذا وهكذا. يعني الموضوع الحقيقة وصل إلى درجة مغزية من الصراع بين الإخوة وبين ذوي الأرحام. عماد الدين زنكي اتجه زي ما قلنا بجيش رمزي ليؤيد السلطان مسعود. اتفق الخليفة المسترشد بالله مع سلجوقشة على التعاون سويا، وبالتالي السلطان سلجوقشة حارب الملك مسعود، والمسترشد بالله حارب عماد الدين زنكي. ولكون عماد الدين زنكي رحمه الله غير مقتنع بهذه الحرب كلية، فإنه يعني هزم هزيمة يعني غير مفهومة، لأن طبعا هو قوته أقوى بكثير من قوة الخليفة العباسي، لكن ما قدرش أنه يدخل معه في صراع حاسم، وهرب عماد الدين زنكي في اتجاه الشمال، وكان الخليفة العباسي وراه، وكان ممكن أنه يقبض عليه لولا أن استطاع أحد رواد أو أحد قواد قلعة تكريت أن ينجد القائد الإسلامي عماد الدين زنكي وأن يأخذه إلى داخل قلعته وأن يحميه وأن يطمئن قلبه وأن يعطيه من الأمان ما أثلج صدر عماد الدين زنكي، وفعل معه ذلك فقط لأنه الرجل الذي يعلق المسلمون عليه الأمال والذي يعقدون عليه أمال تحرير البلاد الإسلامية من الصليبيين، وفعل ذلك متجردا لله، مع أن التكريت هذه كانت تابعة للخليفة العباسي المسترشد بالله، يعني بيخاطر بالكرسي بتاعه وبالمنصب بتاعه. بقي أن نعرف أن هذا الرجل الذي أنجد والذي أنقذ عماد بن زنك كان نجم الدين أيوب، اللي هو أبو صلاح الدين الأيوبي، وما كانش لسه صلاح الدين أيوبي ساعتها اتولد، لكن كان ديت بداية المعرفة والتعارف والتواد والتآلف بين نجم الدين أيوب وبين عماد الدين زنكي، وهو ده اللي هيخلي في علاقة محبة بين أولاد عماد الدين زنكي بعد ذلك وبين صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب رحمهم الله جميعا. الأحداث دي طبعا كلها كانت بتحصل، وكان في نوع من الاضطراب موجود في البلاط النصراني في أرض في الإمارات الصليبية، وكان في نوع من الأحداث الدامية اللي حصلت في أرض دمشق، وفاة بوري ابن طقطقين تبعه ولاية ابنه إسماعيل ابن بوري، وإسماعيل هذا كان رجل شديد الفساد وأقام المنكرات الكثيرة في داخل دمشق وأقام الظلم الشنيع وقتل العدد الكبير من القوات في داخل دمشق، بل إنه قتل أخاه سونغ، قتله بالحبس جوعا
في بيت من البيوت لمدة عدة أيام حتى مات، يعني كان ارتكب الكثير من المنكرات، فحصل نوع من الفتن في داخل دمشق وثارت الأوضاع، وكانت الأوضاع فعلا مجهزة لأن عماد الدين زنكي ياخد الوضع ويتملك الأمور، لكن للأسف الشديد انشغال المسلمين بأنفسهم والحروب والفتن التي دارت في أرض العراق وفي أرض فارس أدت إلى ضياع الكثير والكثير من الفرص على المسلمين. وطبعا ده أحزن بطلنا عماد الدين زنكي رحمه الله، لكنه خد خبرة وخد درس مهم جدا، أنه لا يجب أبدا أن يتشتت في هذه الصراعات الجانبية، وأن يجعل نظرته واحدة تجاه قضية تحرير بلاد المسلمين من الصليبيين. يا ترى هيتصرف إزاي عماد الدين زنكي مع هذه الفتن الدائرة في أرض العراق وفارس؟ يا ترى هيعمل إيه مع أرض دمشق؟ يا ترى هيتصرف إزاي مع الإمارات الصليبية وهي في حالة اضطراب وفي حالة ضعف؟ ده اللي نعرفه بإذن الله في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 28 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي قبلها شفنا أن البطل الإسلامي الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله تولى حكم إمارة الموصل، وضم إليها إمارة حلب وحماة وأجزاء من أرض الجزيرة الواقعة بين الفرات ودجلة، وأصبح على مقربة من حرب الصليبيين في إمارة الرها، ثم حارب بعد ذلك بعض الحصون في اتجاه إمارة أنطاكية لما حصل نوع من الاضطراب في داخل إمارة أنطاكية نتيجة وفاة بولدوين الثاني ملك أنطاكية، ملك بيت المقدس، ووفاة بوهيمند الثاني أمير أنطاكية. فاستغل هذه الظروف وحرر حصن الأثارب وفرض الجزية على مدينة حارم، وكانت مملوكة ساعتها للصليبيين، وزاع صيته في العالم الإسلامي، وبدأ يكون لي يعني الأمال كلها معلقة على أكتافي لتحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. لكن للأسف الشديد شغل في الفتنة التي حدثت في بلاد العراق وفي فارس نتيجة الصراع بين السلاطين بعد وفاة السلطان محمود. حصل نوع من الصراع كبير، وقلنا أن كان في 6 قوى تتصارع سويا للوصول إلى كرسي السلطنة. المهم مش نوجع دماغكم في هذه الصراعات الكثيرة، خدت عدة سنوات، ووصل في النهاية السلطان مسعود وهو الأخ الأكبر للسلطان محمود الراحل، وصل إلى كرسي السلطنة. ولكن حتى هذا الوصول لم يكن وصولا مستريحا، ولكن كان في كل يوم أو في كل شهر يحدث معركة مع هذا أو ذاك من المتصارعين معه. يعمل الدين زنكي في ظل هذه الأجواء؟ حصل نوع من الاضطرابات الكبيرة في بلاط الصليبيين سواء في أنطاكيا أو سواء في بيت المقدس، ومعرفش يستغلوا نتيجة الصراع الدائر في أرض فارس والعراق. الحقيقة بعد فترة من التفكير وجد أن اللي عليه أن هو يترك كل هذه الصراعات خلف ظهره ويتجه بوجهه ناحية الصليبيين ليجاهد في سبيل الله ولينقذ البلاد من هذا الاحتلال البغيض الذي دام حتى الآن أكثر من 30 سنة وقارب على 40 سنة، وهو ما زال جاسما في كل البقاع التي بدأ فيها الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي في الأربع إمارات الصليبية. ترك كل قضية العراق وفارس وراء ظهره ولم يلتفت إليهم ولم يضم قوته إلى أي قوة، وصار هو بمفرده قوة واحدة. والحقيقة كان هو أقوى القوة مطلقا، أقوى من السلطان مسعود وأقوى من طغرل وأقوى من الخليفة وأقوى من غيره، يعني أصبح هو الرأس الأولى في العالم الإسلامي. لكنه بذكائه لم يعلن الاستقلال عن دولة السلاجقة، وإن كان يستحق أن يكون مستقلا بل يستحق أن يتبعونه هم، استمر رحمه الله في سياسته دون أن يلتفت إلى الألقاب وإلى الأوضاع الاجتماعية، ظل تابعا للسلطنة السلجوقية وللخلافة العباسية، لكنه كان يجاهد في سبيل الله بكل طاقته. حصل يعني أزمة في دمشق، وكنا قلنا أنه وصل للحكم إسماعيل ابن بوري، وكان رجل فاسد شديد الفساد ودبر مؤامرات كثيرة، حتى في النهاية يعني أثار نوع من الغضب عند عموم أهل دمشق، فدبرت له مؤامرة. ومن الغريب والعجيب أن الذي دبر مؤامرة لقتل إسماعيل ابن بوري كانت أمه،
يعني تخيل إلى درجة الفساد التي وصل إليها الابن حتى تدبر أمه مؤامرة لقتله. وبالفعل قتل إسماعيل ابن بوري وتولى يعني قيادة الأمور زعيم عسكري شهير جدا في تاريخ دمشق، وهيكون له أثر كبير في حركة قصة الحروب الصليبية سواء في زمن عماد الدين زنكي أو في الأزمان التي تأتي بعد ذلك، وهو معين الدين أنر، وده كان قائد عسكري وضع في صورة الحكم شهاب الدين محمود أخو المقتول أخو إسماعيل، وبدأ يدير هو الأمور وتملك من الأمور بقوة وقرر عدم الاتحاد مطلقا مع عماد الدين زنكي. لكن عماد الدين زنكي الحقيقة لم يلتفت إلى مثل هذه الأمور وتوجه إلى الصليبيين، واستطاع أن يهاجم ميناء اللاذقية وأن ينتصر على الصليبيين في موقعة كبيرة، وأن يأسر من الصليبيين 7,000 صليبي، وأن يغنم من الغنائم، واسمعوا بس الرقم ده عشان تعرفوا قدر الانتصار، 100,000 رأس، 100,000 رأس من البقر ومن الخيول ومن الإبل ومن غيرها، 100,000 رأس في معركة واحدة، معركة اللاذقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى تحرير كفر طاب ومعرة النعمان وزردنة وغيرها من الحصون. الحقيقة ذاع صيت عماد بن زنكي في كل ربوع العالم الإسلامي، وهذا أسعد معظم المسلمين، وأنا أقصد كلمة معظم ولا أقول كل المسلمين، لأن للأسف الشديد هذه الانتصارات المتتالية أحزنت بعض المسلمين وأوغرت صدورهم ناحية عماد الدين زنكي، وعلى رأس هؤلاء السلطان مسعود اللي هو كان السلطان المتمكن من البلاد في ذلك الوقت، وبالذات أن كان قتل المسترشد بالله اللي هو كان خليفة عباسي في هذه الفتن، وتولى من بعده رجل اسمه الراشد، الراشد بالله كان ابنه، وتولى سنة واحدة وتولى بعده خليفة تاني المكتفي لأمر الله. يعني حصل نوع من الاضطرابات الشديدة، وحس السلطان مسعود أن الأوضاع متقلبة، وأن أصبح نجم عماد الدين زنكي رحمه الله أعلى من كل نجوم السلاطين والملوك والخلفاء وغير ذلك من الألقاب، وبدأ يغير بأنه غيرة شديدة، وفكر أنه يعزله. لكن بعد ما فكر هذا التفكير شاف أنه لو عزله هيحصل نوع من السخط في العالم الإسلامي، قد يغضب العالم الإسلامي ويرفض، فقرر ما هو أفظع من قضية العزل، قرر أن يقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. بالفعل بدأ يدبر لهذه المؤامرة، وربنا سبحانه وتعالى لطف ووضع يعني أحد الرجال الذين أسدى إليهم عماد الدين زنكي جميلا قبل ذلك في بلاط الملك مسعود أو السلطان مسعود، ليرى هذه المؤامرة ويخبر بها عماد الدين زنكي، وبالتالي استطاع عماد الدين زنكي أن ينجو من المؤامرة. لكن طبعا يعني ظهر لي الشر الكبير الذي يضمره له السلطان مسعود. وضع هذه القصة أيضا خلف ظهري رحمه الله، وبدأ يفكر في الأمور العسكرية ضد الصليبيين، لكن عرف أنه مش هيقدر أبدا يقاتل إمارة طرابلس ولا إمارة بيت المقدس ولا إمارة أنطاكية إلا بعد أن يضم دمشق إلى يعني إلى حوزته وإلى حكمه، وبالذات أن دمشق قيمة عسكرية واقتصادية وبشرية كبيرة جدا، ولها أيضا جذور تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ. فإذا ضمت هذه الإمارة إلى إمارة حلب وإمارة الموصل فسيكون هذا سد منيع لا يستطيع الصليبيون قهره، وبالتالي راح عمل نوع من الحصار على إمارة دمشق. لكنه اكتشف طبعا أن حمص موالية لدمشق، وأمير حمص وجد أنه عنده صعوبة شديدة في حفظها، فسلم حمص إلى دمشق. فوضع شهاب الدين محمود اللي هو كان أمير دمشق في ذلك الوقت، معين الدين أنر القائد العسكري الفذ الذي كان عنده في ذلك الوقت، وضعه على إمارة حمص، فتوجه إليها عماد الدين زنكي بجيشه وحاصر حمص، وكان الحصار شديدا، وأشرفت حمص فعلا على التسليم لولا أن معين الدين أنر لجأ إلى طريقة خبيثة جدا لصرف عماد الدين زنكي، وهو التواصل مع فولك الإنجوي اللي هو ملك بيت المقدس، ومع ريمون الثاني اللي هو كان دلوقتي أمير طرابلس، ريمون الثاني ابن بونز ابن برترام، فتواصل معهم وطلب النجدة الصليبية لإنقاذه من عماد الدين زنكي. وبالفعل جاءت الجيوش الصليبية، فعماد الدين زنكي وجد أنه سيحصر بين حمص، بين معين الدين أنر في حمص وبين الجيوش الصليبية، فبدأ يبعد عن حمص ليستدرج الجيوش الصليبية إلى حرب مفتوحة في مكان بعيد عن الحصون الحمصية، وبالفعل بدأ يستدرجهم. لكن الجيوش الصليبية كانت بتتقدم بحذر شديد، فأراد عماد الدين زنكي أن يغري
الجيوش الصليبية بالحرب، فبدأ يهاجم معلم من أهم المعالم في هذه المنطقة هو حصن بارين أو بعرين في بعض الكتابات، لكن النطق الصحيح له بارين. فحاصر هذا الحصن، وهو حصن كان يمتلكه الصليبيون، وكان في منتهى القوة، يشرف على حمص وعلى حماه، ويشرف على الطريق الواصل بين بيت المقدس وبين أنطاكية. السيطرة على هذا الحصن تقطع الطريق بين إمارات الصليبيين في الشمال والمملكة بيت المقدس في الجنوب. فلذلك عندما حاصر هذا الحصن وبدأ يعني يضرب في هذا الحصن، يعني ارتج لذلك فولك الانجوي وريمون الثاني، وعلى طول خدوا قواتهم وبدأوا يقتلوا عماد الدين زنك رحمه الله في السهول المحيطة بحصن بارين. والكلام ده كان في شهر شوال سنة 531 من الهجرة. والحقيقة الموقعة دي من المواقع المشهودة في تاريخ المسلمين، كان القتال فيها شديدا وعظيما، واستطاع البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله أن يحقق نصرا خالدا، وأن ينزل هزيمة ساحقة بالجيش الصليبي، وأن يقتل عددا هائلا منه، وأن يأسر البقية. وممن أسر في هذه الموقعة كان ريمون الثاني أمير طرابلس، وفر فولك الانجوي ملك بيت المقدس، وهرب إلى داخل حصن بارين. وقبل ما يهرب أرسل رسالة إلى ريموند بواتيه اللي هو كان في ذلك الوقت زعيم على أمير على إمارة أنطاكيا، وأرسل رسالة استغاثة له ولجوسلين الثاني أمير إمارة الرها، ودخل إلى حصن بارين الحصين جدا المنيع جدا، وتحصن في داخله. ولكن عماد بن زنكي ضرب الحصار المحكم الشديد حول حصن بارين، ومنع دخول الأخبار أو خروج أي شيء من حصن بارين، وبدأ القصف المستمر ليل النهار على الحصن بالمنجنيق. ويعني حصل نوع من الاضطراب الشديد في داخل الحصن عند فولك، وأشرف على الهلاك بالفعل. لكن عماد الدين زنكي وجد ان جاءته الاخبار ان قوات اماره انطاكيا وقوات اماره الرها بدات تتحرك في اتجاه حصن بارين من الشمال، واكثر من ذلك بدا يحصل نوع من التحرك. جاءت الاخبار ان في تحركات بيزنطيه تحاول ان تصل الى ارض المعركه. وطبعا ده كان كلمه الدوله البيزنطيه ما سمعناهاش من عده سنوات، لكن اللي حصل ان بعض القساوسة والرهبان اتجهوا من امارة انطاكيا بعد حصار الملك فولك في بيت في حصن بارين، اتجهوا الى الدولة البيزنطية، وحاولوا يستغيثوا بالامبراطور اللي كان موجود في ذلك الوقت وهو يوحنا ابن أليكسس كمنين، فاستغاثوا به عشان يأتي بجيش لينقذ الملك فولك من الحصار. وبالفعل تحركت القوات البيزنطية، وشعر عماد الدين زنكي بالقلق الشديد لان يحصل بين هذه القوات، فقرر أن يضغط ضغطا شديدا على حصن بارين ليجبر الملك فولك على طلب التصالح وعلى طلب الهدنة بالشروط التي يمليها عماد الدين زنكي. وبالفعل ما هي إلا لحظات وطلب الملك فولك الهدنة، وهو لم يكن يعلم بالتحركات البيزنطية وتحركات أنطاكيا والرها، لأن الضرب كان شديد ومنع الأخبار كان تام عن حصن بارين. طلب الملك فولك أن يخرج هو وريمون الثاني اللي كان مأسور في ذلك الوقت مع عماد الدين زنكي، في مقابل أن يسلم حصن بارين بكامله لعماد الدين زنكي، وأن يدفع 50,000 من الدنانير الذهبية. وقبل عماد الدين زنكي بهذا الطرح، وبالفعل أخرج الملك فولك وأطلق سراح ريمون الثاني، واستطاع أن يسيطر على حصن بارين الخطير، وبذلك قطع الاتصالات تماما ما بين الشمال وبين الجنوب، وكانت صدمة هائلة للصليبيين. ودخل الملك أو الإمبراطور البيزنطي إلى منطقة أنطاكيا، وعمل اتفاقية مع ريموند بواتيه اللي كان يرأس أنطاكيا في ذلك الوقت، اتفاقية خطيرة جدا أنه في صيف العام القادم تأتي جيوش ضخمة من الدولة البيزنطية لتحاصر مناطق متعددة من العالم الإسلامي، منها إمارة شايزر، ومنها مدينة حلب الكبيرة، ومنها حمص، ومنها غيرها من مدن الشام، لتكوين إمارة صليبية جديدة على أن تسلم إمارة أنطاكية إلى الإمبراطورية البيزنطية. وأمام الضغط البيزنطي الكبير وافق ريموند بواتيه على هذا الطرح، والاتفاق أو التحالف البيزنطي الصليبي هذا كان يقوم على أساس حرب مشتركة ضد البطل الفذ عماد الدين زنكي الذي أرهق الصليبين إرهاقا شديدا. عماد الدين زنكي لم يستكن بعد هذه الأحداث، ضم إليه حصن المجدل، وضم إليه مدينة بنياس وهي من المدن التابعة
لإمارة دمشق، وضغط عمل حصار حول حمص من جديد ليحاول أن يضمها. وأثناء هذا الحصار وبعد مرور حوالي عدة شهور من هذا الحصار، جاءت الأنباء بقدوم القوات البيزنطية من الشمال واتحاد القوات البيزنطية مع إمارة أنطاكيا مع إمارة الرها مع كتيبة الداوية من بيت المقدس، كل هذه الجيوش لحصار حلب وللضغط على عماد الدين زنكي من الشمال. عماد الدين زنكي لما شاف هذه الأحداث بدأ يفك الحصار عن حمص، وتعامل مع القضية في منتهى العبقرية وفي منتهى الإبداع وفي منتهى التجرد لله عز وجل. وتعالوا كده نستمتع بالأداء الراقي لعماد الدين زنكي رحمه الله. أول شيء أرسل رسالة إلى الأمير سوار، والأمير سوار ده كان الأمير المسلم الذي يتولى إمارة حلب، أن يترك منطقة الشام، وكان معسكر إلى الجوار عماد الدين زنكي في منطقة حمص، يترك هذه المنطقة فورا ويتجه إلى حلب لتقوية تحصيناتها ولرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في حلب. والحاجة الثانية اللي عملها أنه ترك منطقة حمص دون أن يتركها تركا كاملا، ولكن ترك حامية زنكية في هذه المنطقة لتمنع معين الدين أنر من الخروج من حمص والتوجه إلى مساعدة القوات الصليبية البيزنطية في حرب المسلمين. وانطلق هو بجيشه إلى مكان متوسط في شمال حماة حتى يصبح على مقربة من أي نقطة تصل إليها القوات البيزنطية. وفي نفس الوقت عمل شيء غريب جدا وعجيب جدا يدل على إخلاصه وعلى تجرد الله عز وجل. أرسل رسالة من فوره إلى السلطان مسعود يستنجده ويستنصره ويستقدم قوة من قوته إلى مساعدته في حرب البيزنطيين والصليبيين. والقوات بتوعه استغربوا وتعجبوا وقالوا أن السلطان مسعود إن جاء إلى هذا المكان فإنه سوف يستولي على بلاد المسلمين. فقال البلاد مأخوذة مأخوذة، فلئن يأخذها السلطان مسعود المسلم خيرا من أن يأخذها البيزنطيون والصليبيون. نسي تماما أن من سنتين بس كان بيدبر ليه السلطان مسعود جريمة قتل، ونسي أن السلطان مسعود حارب كل حروبه قبل ذلك مع إخوته من أجل الدنيا، وما فكر إلا فقط في مصلحة المسلمين وفي خدمة المسلمين، بل فعل هو ما هو أكثر من ذلك. أرسل رسالة إلى ركن الدولة داود ابن سقمان اللي كان أحد زعماء الأراتقة، واللي كان بينه وبين عماد الدين زنكي صراع قديم وقتال قديم، وكان شخصية يعني فاسدة ومتزمتة، فأرسل له يستغيثه أيضا ليأتي بجيش الحرب الصليبيين والبيزنطيين. وأرسل رسالة ثالثة إلى زعماء سلاجقة الروم في أرض آسيا الصغرى يطلب منهم أن يهاجموا القوات البيزنطية من الشمال حتى يعني يلفتوا أنظار يوحنا كومنين إلى أنه هناك خطر شديد على الإمارات البيزنطية الموجودة في آسيا الصغرى، فساعتها ممكن يفكر في رفع الحصار والعودة إلى آسيا الصغرى لعدم ضياع الأملاك البيزنطية من يده. اتصرف في كل هذه المحاور في وقت واحد، وبدأ بالفعل يعد العدة في داخل حلب للتحصن لقدوم القوات البيزنطية. القوات البيزنطية وهي جاية سيطرت على منطقة أو مدينة البلاط وأعطت الأمان لأهلها، ثم دخلت المدينة وغدرت بأهلها وقتلت عددا من المسلمين، ثم دخلت على مدينة البزاعة وهي مدينة في شمال شرق حلب وكانت مدينة حصينة، وحاصرت هذه المدينة 7 أيام متتالية. وبعد هذه 7 أيام أعطت أيضا الأمان للمدينة لأهل المدينة من المسلمين، وللأسف الشديد دخلوا المدينة بهذا الأمان ثم غدروا بها وقتلوا أكثر من 5000 مدني من المسلمين، وسابوا عدد ضخم جدا من النساء ومن الأطفال وسحبوهم معهم إلى اتجاه حلب. وطبعا الحصار الذي فعلوه في مدينة بزاعة ادى وقت شوية لحلب، فيعني حصنت الاستحكامات العسكرية، وفوجئ الصليبيون والبيزنطيون أن مدينة حلب على أعلى درجات الاستعداد، وأن الأمير سوار استطاع أن يعني يقيم عدة كمائن عسكرية وأن يباغت القوات الصليبية والبيزنطية أكثر من مرة، لدرجة أن القوات الصليبية والبيزنطية أرهقت إرهاقا شديدا فرفعت الحصار عن مدينة حلب بعد حصار 3 أيام فقط، وأدركت أن هذه مدينة منيعة لا تقتحم. فرجع الإمبراطور يوحنا كومنين ومعه الزعماء الصليبيون وحصروا حصن الأثارب اللي كان حرره قبل كده عماد الدين زنكي رحمه الله، فانسحبت منه الحامية المسلمة وتركت الحصن لأن قوة الحامية كانت ضعيفة جدا بالقياس إلى قوة الجيوش النصرانية الهائلة التي تذكر الكتب أنها تخرج عن حد الإحصاء.
واستحتل الإمبراطور يوحنا كومنين حصن الأثارب ووضع في الأسارة المسلمين ووضع في السبايا وغير ذلك، ثم انطلق بعد ذلك إلى إمارة تشايزر. والأمير سوار اللي كان أمير حلب عرف بأن الإمبراطور يوحنا كومنين توجه إلى إمارة تشايزر، فتوجه من فوره إلى حصن الأثارب، وسبحان الله استطاع أن يحاصر الحصن وأن يسقطه وأن يحرر كل الأسرى المسلمين والسبايا وأن يردهم إلى حلب وأن يسيطر من جديد على حصن الأثارب. ووجد الإمبراطور يوحنا كومنين أنه حصر بين قوات الأمير سوار في حصن الأثارب وبين قوات عماد الدين زنكي في شمال حماة، فاتجه إلى منطقة شايزر. ومنطقة شايزر هذه كانت منطقة مملوكة للسلطان سلطان ابن منقذ، وكان أميرا مستقلا عن عماد الدين زنكي. وظن الإمبراطور يوحنا كومنين أنه بحصار شايزر فإنه يعني سيستطيع أن يسقطها، لأنها ليس لها نصير من عماد الدين زنكي، لم تدخل بعد في إمارته. لكن سلطان ابن منقذ أرسل رسالة استغاثة إلى عماد الدين زنكي فلم يخيب ظنه، وأسرع فورا بجيشه وعسكر بالقرب من شايزر. وجد عماد الدين زنكي العيون أخبرته أن قوات الدولة البيزنطية وقوات الصليبيين تخرج فعلا عن حد الإحصاء، وأن قتال هذه القوات قتالا مفتوحا سوف يكون قتالا خاسرا. وكان عماد الدين زنكي رحمه الله رجلا حكيما واقعيا عمليا، فعسكر بالجيوش بعيد عن شايزر، وبدأ يخرج بعض السرايا من جيشه لتصيب الجيوش الدولة البيزنطية في مقتل في أثناء الليل وفي أثناء بحث الجيوش البيزنطية عن المؤن والغذاء، يعني قام معهم بحرب استنزاف أرهقت جدا الجيش البيزنطي، واستطاع أن يقتل عددا كبيرا من الجيوش البيزنطية والجيوش الصليبية، وأن يأخذ الكثير من الأسرى والكثير من الغنائم، مما أزعج الجيوش البيزنطية بشكل كبير. الحاجة الثانية أنه قطع التموين عن الجيوش النصرانية، حط حاميات إسلامية قوية على كل المحاور التي يستطيع منها الصليبيون والبيزنطيون أن يأخذوا الأغذية والتموين والمؤن، فبذلك ضيق بشدة على الجيوش الصليبية. كل ده وشايزر صامدة أمام الضرب والقصف البيزنطي الصليبي المستمر، وطبعا حصون شايزر كانت حصون منيعة جدا وقوية جدا. الحاجة الثالثة الخطيرة اللي عملها عماد الدين زنكي، بدأ يستخدم محور الحرب النفسية، فبدأ يقول للنصارى للصليبيين سواء البيزنطيين أو زعماء الرها وزعماء أنطاكيا، اخرجوا لي إلى الصحراء، فإن يعني استطعتم أن تقتلوني أخذتم شايزر، وإن استطعت أن أقتلكم أرحت المسلمين من شركم. فالزعماء الصليبيون شجعوا الإمبراطور يوحنا كومنين على أن يخرج له في لقاء مفتوح في الصحراء، لكن الإمبراطور يوحنا كومنين دبت الهزيمة النفسية في داخله ودب الرعب في أوصاله، وقال أظننتم أن هذه قوته فقط، إنما يستدرجنا ليخرج لنا بعد ذلك النجدات والنجدات من المسلمين. واقع الأمر أن جيوش عماد الدين زنكي كانت معشار جيوش الصليبيين، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب البيزنطيين والصليبيين. في نفس الوقت بدأ يرسل رسائل منه إلى الإمبراطور البيزنطي ورسائل أخرى إلى زعماء الصليبيين، يقول الإمبراطور البيزنطي أن زعماء الصليبيين سيتركونك عند الأزمة، وإذا تحقق لهم النصر فسوف يبيعونك، ويرسل نفس الرسائل إلى الإمبراطور البيزنطي. وحصل نوع من يحاول أنه يفرق بين هذا الاتحاد، ونجح بفضل الله في أن يفرق بين الطائفتين، وحصل نوع من الصدام بين الإمبراطور البيزنطي وبين الزعماء الصليبيين في أرض المعركة. في نفس الوقت وصلت الأخبار بأن ركن الدولة داود ابن سقمان بدأ يتحرك بخمسين ألف مقاتل من التركمان من أرض الجزيرة في اتجاه شايزر لنجدتها، استجابة لكلمات عماد الدين زنكي. ووصلت الأخبار أيضا أن سلاجقة الروم بالاتحاد مع بني الدانشمند بدأ يهاجموا مدينة أذنة المملوكة للبيزنطيين في ذلك الوقت، فارتعب الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين وبدأ يفكر يا ترى يتصرف إزاي في مثل هذه الضائقة. في نفس الوقت برضو وصلت رسالة من أمير شايزر بيعرض على الإمبراطور يوحنا كومنين أن يرفع الحصار من على المدينة في نظير أن يعطيه تكاليف هذه الحملة العسكرية. الإمبراطور البيزنطي إزاء هذه الأوضاع وإزاء فشله التام في حرب عماد الدين زنكي وإزاء وجود هذا العرض المغري من الأمير شايزر ليخلصه من هذه الأزمة، قبل بهذا العرض وبدأ يخلي الساحة وخد الجيش بتاعه وانسحب في اتجاه
الشمال ولم يتركه عماد الدين زنكي، بل أرسل سرية في خلف الجيش البيزنطي واستطاع أن يقتل مؤخرة الجيش البيزنطي وأن يأسر عددا ضخما من الجنود البيزنطيين والصليبيين وأن يستولي على كل آلات الحصار الضخمة التي كانت تحيط بشيزر وأن يأخذ عددا كبيرا من الغنائم. سبحان الله، يعني هذا النصر الكبير تم في رمضان سنة 532 من الهجرة، وذاع صيت عماد الدين زنكي رحمه الله في العالمين الإسلامي والنصراني، وأصبح الرجل الأوحد الذي يقود المسلمين راميا خلف ظهره كل الصراعات والخلافات والمشاكل الداخلية التي يتن عليها السلاطين السلاجقة أو زعماء الأراطقة أو غيرهم ممن تزعم أو تلقب بزعيم وهو يعني بعيد كل البعد عن صفات الزعيم وصفات القائد. هي عماد الدين زنكي رحمه الله، لو جلسنا مع بعضنا البعض عدة يعني حلقات لن نستطيع أبدا أن نوفيه حقه. تفاصيل موقعة شيزر وتفاصيل موقعة بارين تحتاج إلى مجلدات ومجلدات، لكن الوقت لا يتسع. يا ترى هيعمل إيه بعد كده وإزاي هيفكر في غزو إمارة الرها؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم.